يعني حقيقة الأمر إذا نجحت صفقة التبادل بغض النظر عن مدة الهدنة، إن كانت يعني لخمسة أيام أو أقل، وإن كان عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم 50 أو أكثر، يعني بغض النظر عن هذه التفاصيل في الصفقة، مجرد عقد الصفقة معناه أن الحرب ستبدأ بالتراجع، وهذا ما يدركه بنيامين نتنياهو. ولذلك ماطل كثيرا في إمكانية أن يتم صفقة من هذا القبيل قبل يعني أيام وقبل أسابيع، لأن موضوع الصفقة يطرح منذ الأيام الأولى للحرب، ومع ذلك كان هناك مماطلة إسرائيلية بالرغم من الاستعداد من الطرف الفلسطيني بأن يكون هناك تجاوب للوساطات العربية وتحديدا الوساطة القطرية في هذا الملف. إدراك بنيامين نتنياهو يعود لأنه منذ اللحظة الأولى كان يصر على أن العملية العسكرية ستعيد المحتجزين، وسيتم تقويض حكم حماس أو تقويض قدرات حماس وفقا لآخر التراجعات التي قدمها في خطاباته السياسية. وبنيامين نتنياهو يعلم جيدا أنه بمجرد الإعلان عن صفقة من هذا النوع فحجم الضغط الجماهيري لن يخف في المجتمع الإسرائيلي باتجاه صفقات أخرى، وإنما سيزيد، بمعنى أنه ستتشكل في أوساط الرأي العام الإسرائيلي قناعة بأن العملية العسكرية لم تجدي نفعا ولم يعني تحصل أي شيء، حتى تلك المحتجزة التي تم الإفراج عنها أو تم يعني وفقا للإدعاءات الإسرائيلية تحريرها من قطاع غزة، تبين لاحقا أنها رواية ضعيفة و يعني جزء من عملية تضليل الرأي العام الإسرائيلي. لذلك إذا كانت العملية الدبلوماسية من خلال الوساطات الإقليمية قد تفضي إلى تحقيق شيء ما، فلما كل هذه الحرب؟ مضافا إلى ذلك، يعني هذه يعني الصفقة لن تقرأ لوحدها، الصفقة تقرأ أيضا ضمن الحيثيات التي تجري الآن في قطاع غزة. يعني كما كنا نشاهد قبل قليل في تقريركم حول يعني العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تواجه بقوة من قبل الفصائل الفلسطينية، بمعنى أنه 44 يوم من الحرب لم تكن كافية لأن تقوض قدرات حماس العسكرية. إذن بالعودة إلى التصريحات الأولى لبنيامين نتنياهو أنه سيقوم بتحرير المحتجزين ومن ثم يقوم بتقويض قدرات حركة حماس، من الواضح جدا أنه بعد كل هذه الأسابيع من الحرب أنه لم يستطع لا تحرير محتجزين ولم يستطع أيضا تقويض قدرات حركة حماس، وبالتالي يلجأ الآن في هذه المرحلة للضغط على حركة حماس بمزيد من التدمير في قطاع غزة، بحيث تكون يعني الصفقة لصالح إسرائيل أكثر من حيث عدد المحتجزين. يعني هناك مفاوضات بحيث تقلل عدد أيام الهدنة ووقت إطلاق النار، ومن ثم تزيد عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم من فصائل طيب، المقاومة وبالتالي الفلسطينية. إذا